شو انا سميته لحق ما صفين الويبينج بوي. ايه هيدي قصه طريفه، هيدا بانجلند من 50 60 سنه واكثر، كان الاستاذ يحمل عصا يعني بالصف. ايه هلا اللورد ما بيقبل تضرب له ابنه، ما ابنه لورد كيف تضرب له ابنه؟ كان اللورد ينقي تلميذ فقير يعلمه على حسابه، اذا اللورد عمل شيء غلط بالصف يقوم الاستاذ يضرب الثاني الفقير، يضرب الفقير. هلا الكل مبسوط، اللورد مبسوط ما ضرب لابنه، الاستاذ مبسوط سلطته معه، والفقير مبسوط عم تعلم بلاش. هلا رياض سلامه هو الويبينج بوي تبع ملوك الطوائف، العالم مش عم تسبهم، عم تسب رياض سلامه، مبسوطين ملوك الطوائف. العالم عم تفش خلقه انه في حدا تسبه، ورياض سليم مبسوط انه بعده ما حدا شحط وبعده قاعد على مركزه وبعده موجود، مبسوط عم ياكل قتل بس مبسوط يا اخي، ما بدي فل بيصطفل ما يفل.